عليها ما اكتسب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم نرفع درجات من نشاء ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ذريتهم وآبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.